اهلا بحضراتكم من جديد، وفي البدايه برحب بالمهندس عبد الله غراب وزير البترول الاسبق ورئيس مجلس اداره نادي الصيد. اهلا بيك معالي الوزير. اهلا بيك كابتن عايز، منورنا في قناه النادي الاهلي. الله يخليك، فرصه سعيده جدا والف شكر على الدعم. معالي الوزير، اخش بقى في الحوار. يعني اكيد يعني في محاور كتير، بس في سؤال هيفتح معانا يعني ابواب كتير للحوار. حضرتك توليت طبعا وزاره البترول في وقت صعب في مصر، 2011 2012 كان وقت عصيب على الدوله يعني، ودلوقتي توليت المسؤوليه من 2022 كرئيس مجلس اداره نادي الصيد. سؤال صريح، ايهما اصعب؟ نادي الصيد. لا، دي اجابه انا بس انا 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 يعني كنت هقول حضرتك هتقول الاثنين صعبين، بس بدون تردد نادي الصيد. طبعا. ليه معالي الوزير؟ الوزاره ده شغلنا، الكارير بتاعك بتتعلم فيه من الاول خالص، بتتشغل وتتعلم، وليك نظام وليه اداريات مختلفه وليه ماليات مختلفه وصلاحيات وسلطات مختلفة. النادي مختلف. أنا النادي طبعا ما قررتش أن أنزل انتخابات نادي غير بعد ما طلعت خلصت شغلي كله وخلصت، ما طلعت معاش من الوزارة، فلقيت أن أنا متربي في نادي الصيد أكتر من 55 سنة. قلت الدور بقى أن احنا ناخد خبراتنا وناخد اللي اتعلمناه نديه للمكان اللي احنا تربينا فيه، بنعتبره بيتنا يعني، احنا جنب النادي. فلا، الوضع طبعا في الأندية صعب. مين الزبون بتاعك؟ مين الكاستمر بتاعك في الشغل؟ الوظيفة هي الكاستمر بتاعك، اللي بيناقشك او اللي بيشارك معاك في امور العمل وكده، او اللي بيحاسبك، حتى هو جهات فنية. تكلم فني. النادي لا، حاجة تانية خالص. النادي احنا كلنا اعضاء، احنا اصدقاء، احنا زملاء، كلنا بنتعب في شغلنا ونيجي عايزين نستريح في النادي. فحق العضو ان هو يبقى عايز يبقى مستريح تماما. لو هو مش مستريح هيسأل مين؟ صحيح. هيتخانق مع مين؟ صحيح. لازم من هو مسؤول، بصرف النظر يعني احنا بنتكلم على في ود وفي علاقات وكل حاجه، انما في طبيعه الامر كاسلوب عمل، كاسلوب عمل انا عندي مشكله في النادي، مين اللي قدامي؟ اطلع رئيس النادي او عضو مجلس اداره. نعم. فطبعا العلاقه بتبقى اوطد شويه، بتبقى علاقه مباشرة. شخصيه ومباشره. كل واحد عايز افضل حاجه، ممكن ما هوش شايف الجزء اللي ورا، مش شايف ليه ما بيعملش اللي انا عايزه. فطبعا انت بيبقى عندك دور لازم تقنع اللي قدامك، وده دور مهم احنا لازم نعمله، ونتواصل كويس ونفهم الناس كويس. بعد ما بتتواصل وتفهم، الناس بتقتنع بفكرك وناس ما بتقتنعش بفكرك. فهي الموضوع كله بقى، انا بتكلم على 4 سنين، موضوع صعب. اتمنى ان انت بس في الاول والاخر انت عندك منهج معين، عندك خطه معينه لازم تعملها. يعني المفروض ما تتنازلش عن مبدا اللي انت داخل عليه الانتخابات. انا داخل عشان اعمل كده. يمكن حضرتك ما ترددتش لحظه قلت لي اصعب، بس خلينا نتكلم عن يعني صعوبات تانية ممكن تقابل سيادتك. حضرتك كنت في الوزارة، وكان النشاط كرة القدم في وزارة البترول يمكن قبل 2011 كان بارز جدا، كان عندنا أندية في الدوري، بتروجيت وإمبي، وكان الفرق دي في المربع على طول. كان عندنا 3 فرق، كان في بترول أسيوط كمان. بترول أسيوط، صحيح. فكده أكيد أكيد بحكم إن حضرتك كنت لاعب كرة قدم وممارس للعبة، اكيد كنت داخل في دي، يعني اكيد كنت داخل في الحته دي قبل 2010، صح؟ بالظبط، دايما. طب استفدت ايه من الوضع ده، او من 3 فرق تخص البترول في الدوري، وازاي ده فادك وانت رئيس نادي الصيد؟ هقول لحضرتك حاجه، يعني الرياضه في قطاع البترول عموما الرياضه متميزه جدا. عندنا انديه قطاع البترول، يمكن اول نموذج يتعمل شركه استثماريه لانشاء انديه رياضيه هي شركه بترو سبورت طبعا. صحيح. هي عندها استاد وعندها نادي اجتماعي وعندها نادي اكزيكتيف اللي هو في التجمع، بتعمل فيه ماتشات. اللي هو بالظبط كده. في النهارده الاستاد ده شغال طبعا، ودي شركه تبع لقانون الاستثمار، تابعه للوزاره، شركه تابعه للوزاره. انما شركه ليها ادارتها وليها كده. بتروجيت وام بي شركات كبيره جدا، شركات ليها يعني اسم، فما كانتش لا يمكن تسمح ان يبقى النادي بتاعها ما هوش حامل اسمها وحامل خبرتها وحامل البراند بتاعها. احنا شفنا المقاولين العرب. المقاولين العرب كان يوم ما راح افريقيا وكسب افريقيا، شركه المقاولين العرب عملت قد ايه؟ نادي حضرتك مثل واحد سنه 2004 كان في الدوره العربيه في مصر. وكان مشارك نادي الزمالك بصفته البطل الدوري، وكان الطلب مننا انا شخصيا يعني من الاتحاد العربي، بعض الاصدقاء في الاتحاد العربي قالوا لي كلم معالي وزير البترول عشان عايزين نادي تاني يشارك، يبقى في ناديين بيلعبوا. فكان الاختيار عليهم اختيار امبي. فحصل فعلا. امبي عنده فريق؟ امبي كان عنده فريق، وكان واخد كاس مصر، وكان طالع تاني الدوري يعني، كان عامل يعني هو كان الفريق قوي، امبي طالع بمنتهى القوه يعني. طبعا لازم نفتكر ان كان ماسكه كابتن طه بصري الله يرحمه، طلع بيه من درجه تانية ويعني درجه اولى وبعد كده. فانا كلمت المهندس سامح فهمي، لم يتردد، قال لي هنعمل هنشارك. هنشارك.
قعدنا 15 يوم دورة عربية فيها من الإمارات والسعودية والكويت. أنا عايز أدي لك مثل يعني إيه الرياضة بتخدم على الشغل. تمام. اسم إمبي اتشهر في كل حتة. كان عندنا اجتماعات مع وزراء بترول بعد كده، أول سؤال بيسألوه إمبي عاملة إيه؟ ككورة. ككورة. لأنهم لعبوا مع الفرق. الاسم فأنت الاسم بيسمع. الاسم بيسمع. صح. مش عايز أقول لك إن يعني وإن كان ده حقيقي عشان ما بقاش مبالغ يعني، ده شركة إمبي كشركة استفادت كثير جدا من المشاركة في الرياضة. والرياضة كرياضة كمان. الرياضة كرياضة. أنا برضو معلش هتكلم على فترة الوزارة في 2011-2012. طبعاً كنا عارفين الظروف شكلها إيه والبرلمان اللي كان موجود شكله إيه. كان الهجوم الأساسي على قطاع البترول أنتوا بتصرفوا إيه على الرياضة. الرياضة. فعلاً ده حصل. وفريق الكرة طبعاً. أنا حصل عليك هجوم عشان طبعاً بتتبنى وجود طبعاً. فرق قوميه مصريه بتدي فاليو للكره المصريه. انا اللي كان مقوي وضعي قدامهم تماما، قلت لهم لو جميع الانديه زي انديه البترول فانا ارحب باي نادي اي قطاع يبقى عنده شركات بترول. وقتها كان شركه ام بي لو حضرتك تفتكر. طبعا. وليد سليمان راح الاهلي. كان احمد المحمدي كان اعاره الفريق كان في انجلترا. احترف كمل سكته الاحترافيه. احترف كان حوالي 5000 5 مليون جنيه استرليني. فكان وكان في لعيبه ثانيه اسلام عوض وكان في كذا لعيب من ام بي. انا فاكر الاسامي على فكره لان انا ما شاء الله واضح الذاكره. فكان مجموع اللعيبه اللي اتباعت في ام بي في السنه دي اكثر من 45 مليون جنيه. ده كان رقم. فانا قلت لهم ادي اللعيبه احنا بنخلق رياضه بنجيب لعيبه بنعمل استثمار. بالظبط. فالحقيقه كانوا يعني ساندني. كان ام بي كانت بتلعب الزمالك في كاس مصر و2012 وكسبت كاس مصر. انا فاكر. فالاسم بيبقى دايما بيشيل. المقاولين العرب بتشيل اي شركات بره معلقه اسم شركه. بالظبط. الانديه الكبيره بره. فالرياضه والشغل لازم يبقوا مع بعض بيخدموا على بعض. واللي والرياضه بتوصل لاماكن الشغل ممكن ما يقدرش يوصل لها. ما يقدرش يوصل لها طبعا يعني. انما مين ما بيتفرجش على الكوره؟ صحيح. مفيش. انما هرجع بقى حته ثانيه ام بي وبتروجيت وكده. ليه هم كانوا متميزين اداريا حتى؟ لان مفيش شعبيه مفيش ضغط الجماهيريه. نعم. نعم. دي نقطه برضو لازم ما ننكرهاش. لما فريق بيلعب ملوش شعبيه كبيره بعصب هاديه بتخطط بعصب هاديه مفيش الضغط الجماهيري اللي موجود. مفيش ضغط جماهيري. اللعيبه بتلعب مستريحه الاداره بتاعتها كويس. انا كنت برضو كنت اتمنى ان ده يحصل وان شاء الله يحصل يعني. انا كنت بتكلم مع فريق ام بي وانا ايام ما كنت انا متولي الوزاره قلت لهم انزلوا التجمع الخامس الاستاد بتاعهم بتروسبورت في التجمع الخامس. بالظبط. قلت لهم انزلوا المدارس والشركات والكلام ده وزعوا تيشرتات وزعوا حاجات اعملوا خلقوا جمهور لان نادي بلا جماهيريه هينتهي سونا روليتر. صحيح. في اوقات الجمهور جمهورك بيسندك. الجمهور ضروري مهما كان مستواك الفني. بالظبط كده.